من أسئلة الكتاب ماتشت بروبلم 4 Each question on a multiple choice test has 5 choices. If there are 5 such questions on a test, how many different responses are possible if only one choice is marked for each question؟ عندنا 5 أسئلة مختلفين وعندنا 5 اختيارات مختلفة يمكن الإجابة بيها for each question. السؤال الأول يظهر عندك 5 different choices إنك تجاوب السؤال. السؤال الثاني لما يظهر نفس ال 5 different choices ممكن تجاوب بيهم، والثالث نفس الشيء، والكويتشن الرابع نفس الشيء، والكويتشن الخامس نفس الشيء. يبقى for each question عندنا 5 choices ممكن نرد بيهم. الإجابات اللي هتطلع number of different responses، احنا مش عارفين كل شخص هيجاوب ايه، هيساوي five السؤال الاولاني، السؤال الثاني عندنا 5 different choices، والثالث نفس الشيء، والرابع والخامس. يبقى عندنا 5 مرفوع على الباور 5، نحاول نحسب 25 تايمز 25 تايمز 5 يعني 25 تايمز 125 125 52، يبقى هنا 5 ومعنا 2 12، 2 معنا 1 6، وهنا 0 5 2، يبقى 5 2 1 3، يبقى equals 3125 different responses.